بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله نبدأ محاضراتنا في مادة الرقمية، وإن شاء الله تكون مادة سهلة حلوة مفيدة لكم بالنسبة إلى الفيزياء العامة والفيزياء الطبية. نبدي أول ما نبدي محاضراتنا عادي لازم نعرف إحنا الأرقام اللي هي لغة الحاسبة. مثل ما نعرف احنا لغة الحاسبة تختلف عن اللغة اللي احنا ماشيين عليها. احنا ناخذ ارقام يسموها الارقام العشرية اللي هي من الواحد الى الملايين، 1 2 3 4 5 الى اخره، بينما لغة الحاسبة لا، ما تاخذ غير بس رقمين اللي هي الصفر والواحد، صفر وواحد. فأي رقم من الأرقام اللي احنا عندنا مثل 4 5 10 15 20 إلى آخره، هاي تحولها الحاسبة إلى أرقام مختلفة. بس ايش تستخدم؟ تستخدم الصفر واحد. مثلا عندنا رقم الصفر يقابله صفر، رقم الواحد يقابله واحد، رقم الواحد يقابله واحد، رقم الاثنين يقابله واحد صفر. بعد شوية جاي أعلمكم شلون تتحول هاي الأرقام. رقم ثلاثة تتحول إلى واحد واحد، أربعة واحد صفر صفر صفر، خمسة واحد صفر واحد، ستة واحد واحد صفر وإلى آخرهم. هسه بعد شوية أعلمكم إياها بحيث تسهل عليكم أنتوا بدماغكم تقدرون تسووها بكل بساطة. نبدي هسه احنا اول ما نبدي بالتحويل الباينري، الباينري اللي هي الارقام الثنائيه وتحويلها الى الارقام العشريه، باينري تو ديسيمال كونفرشن، يعني التحويل الباينري اللي هي صفر واحد الى الديسيمال اللي هي الارقام اللي احنا معتاده نستخدمها. حتى نحولها الارقام الثنائيه الى الارقام العشريه لازم نتبع الخطوات التاليه. أول شيء إحنا نسوي جدول، الجدول مثل هذا، نسوي جدول مثل هذا. إحنا الجدول اللي مثل هذا اللي إحنا نسوي، أول شيء نحط نسوي خانات هواية بالنص، مباشرة بالنص نحط البوينت اللي هي هاي البوينت. من جهة اليسرى نخلي الأعداد الصحيحة اللي هي اللي تمثل الأعداد الصحيحة، تمثل 2.0 اللي شي قابلها واحد، لأن أي قيمة عفوا للأس صفر هي واحد، 2 للأس واحد اللي هي 2، 2 للأس 2 اللي هي 4، 2 للأس 3 اللي هي 8، 2 للأس 4 اللي هي 16 وإلى آخره. نخلي هاي تمثل الأعداد الصحيحة من الباينري. هسه أجي أعلمكم شلون تصير. بجهة اليمنى من البوينت نخلي الأعشار اللي شو تمثل، هي تمثل 2 للقوة ناقص 1، تبدي مو 2 للقوة 0، لا 2 للقوة ناقص 1. اللي شو تمثل؟ تمثل 1 على 2، لأن تنزل 2 للقوة ناقص 1 تنزل جوا 2، فصير 2 1 على 2. 2 للقوة ناقص 2 اللي هي ايش قد؟ 2 للقوة ناقص 2 1 على 4، 2 للقوة ناقص 3 1 على 8، 2 للقوة ناقص 4 1 على 16 وإلى آخره. نبدأ ناخذ على سبيل المثال حتى نشوف شلون نحول احنا الأرقام مالتنا. convert the number 1101 to 0.101 اللي هو هذا شو يمثل لي؟ هذا يمثل لي باينري، يعني ثنائي لغة الحاسبة، الأعداد الثنائية. شوفوا كلها 0 1 0 1. يقول حولوها للديسيمال اللي هي الاعداد العشريه اللي هي احنا لغتنا هذه مو لغه الحاسبه. شلون؟ احنا قلنا اول ما انتبهوا طلاب الباينري للديسيمال نسوي هذا الجدول. نبدي قلنا اول ما نسويه نحط عده خانات، ما يكفي من الخانات، اول ما نخلص البوينت بالنص، هاي النص حطيناها بوينت، انزلها لجوا البوينت، مو حطيتها بالنص انزلها جوا حتى اشوف العدد قد يطلع لي. نبدي مثل ما قلنا على جهة اليمين شو نحط؟ نحط 2 للقوة 0 اللي تمثل 1، 2 للقوة 2 تمثل 2، 2 للقوة 3 تمثل 4، 2 للقوة 3 تمثل 8، 2 للقوة 4 تمثل 16 ولا آخره. بينما جهة اليسار قلنا شو نخلي؟ أول شيء نبدأ 2 للقوة ناقص 1 اللي تمثل النص اللي هي 0.5 هنا، 2 للقوة ناقص 2 تمثل الربع اللي هي 0.25، 2 للقوة 3 اللي تمثل الثمن اللي هي 2.125 وإلى آخره. هاي حطينا الجدول. أبدي الأرقام اللي طاني إياهن هو شو يقول لي؟ يقول لي حولي هذا الرقم
أبدي بالرقم العدد الصحيح اللي هو قبل الفارزة، أخليهن جوا. أول شي شنو؟ واحد أخلي واحد، صفر أنزل الصفر، واحد أنزل الواحد، واحد أنزل الواحد. شوفوا أخليها جوا الخانات، كل واحد الرقم اللي قدامه. نفس الشيء البوينت، البوينت جوا البوينت. أبدي هنا أول خانة شنو هي؟ أدي واحد، هذا واحد أخلي واحد جوا النصف، صفر جوا الربع صفر، واحد جوا الثمن واحد. هاي أنا سطرت الأرقام هسا، أنا بعدني ما مسوية كل شيء هسا، بس سطرت الأرقام. أبدي البوينت أنا هاي ما علينا بيها، أبدي كل رقم أضربه ويا المقابل مالته، مثل واحد في واحد أحط واحد، زائد اثنين في صفر صفر بعد ما أحطه، زائد واحد في أربعة أربعة، زائد واحد في ثمانية ثمانية. هاي طلعنا العدد الصحيح اللي هو ايش قلت؟ واحد زائد أربعة زائد ثمانية اللي يمثل 13. هذا طلعت العدد الصحيح. أبدي أطلع البوينتات مثل ما قلنا، واحد في نصف نصف، زائد صفر في ربع تروح ما بيها، زائد واحد في ثمن ثمن، صار عندي نصف زائد ثمن. أنا عندي النصف هو 0.5 والثمن هو 0.125، أجمعهن يطلع لي 0.625. أجي أخلي العدد الصحيح، أكتب الرقم الباينري وأخلي العدد الصحيح إيش قطر علي؟ طلع لي 13. بوينت إيش قطر علي؟ هاي البوينت أرجعها من جهة اليمين، إيش قطر علي؟ 625، أخلي 625. إذا حولت هذا الرقم اللي معطيني إياه أنا اللي هو 1101.101 إلى الديسيمال اللي هو طلع لي 13.625. هذا الرقم اتحول هذا الرقم، واضح؟ لما أجيب بالامتحان أنا أكتب لكم الديسيمال اللي هو العشري، أكتبه إكس للقوة 7 10، تشوفون إكس 7 10. الباينري لا، يصير اكسب 2. ليش؟ لان ثنائي. هسه يقول لك اكزامبل فايند ان هذا عدد ثنائي 1 0 1 1 1.1101، حوله الى العشري. تشوفون مطي الرقم الثنائي واقول يساوي اكس 10، يعني تحول الثنائي هذا للعشري. نفس الشيء عندنا مثال ثاني يقول هذا رقم ثنائي اللي هو 1100.011، حولوه الى العشري اللي هو اكس 10، واضح؟ هاي معناته انه بالمثال لازم تحولون الثنائي الى العشري. هسه نجي شلون نحلهم؟ مثل ما قلنا اخلي البوينت بالنص، اسوي الجدول واخلي البوينت بالنص، ابدي اسطر عندي 2 قوة 0 1، 2 قوة 1 2، 2 قوة 2 4، 2 قوة 3 8، 2 قوة 4 16 ولا آخره. أبدي ال 2 قوة ناقص 1، قلنا على الجهة اليمين من الفارزة نبدي 2 قوة ناقص 1 اللي هي نصف، 2 قوة ناقص 2 هي ربع، و2 قوة ناقص 3 ثمن، و2 قوة ناقص 4 1 على 16. وإذا عندنا بعد أرقام نكمل 2 قوة ناقص 5 اللي هي 1 على 32 ولا آخره. نبدأ نسطر الأرقام اللي طولنا إياهن بالمثال الأول. من جهة أحط البوينت جوا البوينت، نبدي 1 1 1 0 1، 1 1 1 0 1، هاي الأعداد الصحيحة أحطها على جهة اليسار. البوينتات أبدي هي 1 1 0 1، 1 1 0 1، أرتب الأعداد منها ومنها على جهة الفارزة. نبدي الساعة، خلنا نحسب. عندنا هنا 1 في 1 1، هذا 1، زائد 1 في 2 2، زائد 1 في 4 4، زائد 0 في 8 0، هاي ما اكتبها اوخرها، زائد 1 في 16 16، بوينت 1 في نصف نصف، زائد 1 في ربع ربع، زائد 0 في 8 0 0 ما علي بي، زائد 1 على 16 1 على 16. ابدي احسب هنا، عندنا 1 و2 3 و4 7 و16، يصير عندي 23، 7 و16 23. بوينت انا هذه 23 كتبتها هاويه. بوينت عندنا النصف هي 0.5، الربع 0.25، الواحد على 16 0.625، هاي طلعوها بالحاسبه وياكم حاسبات. نبدي احسب 0.5 زائد 0.25 زائد 0.625، تطلع لي قلنا هذا طلع 23، واذا بعد ما اجمعها تطلع لي 0.8125.
هذا حولت انا الباينري للديسيمال، طلع لي هذا رقم ديسيمال. نبدأ عندنا المثال الثاني اللي هو 1100.011، هذا احوله للعشري. ايضا اسوي هذا الجدول مالتي اللي هو 1100.0 احطه اللي هي 1 2 4 8، واخلي هنا نصف ربع ثمن الى اخره. شوفوا ما اطول 1/16 والى اخره، ليش؟ لان انا اخذ الجدول على قد الارقام اللي انا مطيني اياها. مطيني هاي الجهه 4 ارقام اسوي 4 خانات، مطيني هاي الجهه 3 ارقام اسوي 3 خانات، ليش اطول الجدول وادوخ نفسي؟ فابدي اسطر هنا، الواحد جواه 0، 2 جواها 0، 4 جواها 1 اللي هي هذا 1، 8 جواها 1 نفس الشيء من هاي الجهة اللي هي نصف جواها 0 هذا، 8 جواها 1 والعفو الربع جواها 1 والثمن جواها 1. نبدأ خلينا نحسب هسه، 1 في 0 0 ما عليه بي، هذه هذا العدد الصحيح. 2 في 0 2 ما علينا، شو يبقى عندي؟ 4 في 1 4 زائد 8 في 1 8، هاي 4 زائد 8، هاي البوينت انزل البوينت من هاي الجهه عندي اني 0 في نصف 0 ما عليه ما اخذه، 1 في ربع ربع هذا وياه، زائد 1 في ثمن ثمن هذا وياه. خل ابدي 2 4 و8 12، هاي يساوي لنا 12، وهنا ابدي البوينتات، بوينت هاي البوينت ايش عندي؟ الربع قلنا بوينت 2 5، الثمن بوينت 1 2 5، اجمعهن يطلع لي 12 تنزل بوينت، هذني بعد ما اجمعها يطلع لي 3 7 5. انا هنا بهاي الحاله حولت الارقام الثنائيه الى ارقام عشريه، واضحه؟ خلي نبدي هسه نحول بالعكس، نحول نشوف اذا انا عندي رقم عشري انطيني الحاسبه اكتب له 15 بالحاسبه، هو شي يحول لي اياه اكتب له 4 بالحاسبه، انا رقم عشري اكتب 4 بس الحاسبه ما تتقبل 4، لازم تحولها لغتها يلا تبدي تحل. فشوف شلون هسه تحول الحاسبه الرقم العشري الى رقم ثنائي، ديسيمال تو باينري كونفرشن. نبدي اكزامبل، اذا عندي انا رقم العشري اللي هو 30.8، 30.8 حولوها الى x2 مو؟ خلينا نبدي شو نشوف، هاي شوي العمليه يحتاج لها الى ضرب وقسمه، يعني هذيك كانت سهله، هاي لا تحويل ضرب الى قسمه. اول شيء ناخذ العدد الصحيح اللي هو شقد؟ 30، ابدي اخلي 30 اسوي خطوات، هاي 30 5 خطوات هنا عدي، ابدي اقسم 30 تقسيم 2، 30 تقسيم 2 شقد؟ 15، كنا نعرف انزل ال 15 جوا، عندي باقي يعني 30 تقسيم 2 يساوي 15، اكو باقي؟ لا الباقي 0، اجي اخلي الصفر هنا، أنا انزل الصفر هنا، تشوفون هاي الصفر انزله هنا، هاي جروها. نبدي هنا مو نزلت ال 15، عند ال 15 تقسيم 2، ليش؟ لان دا احول الى ثنائي لازم اقسم على 2، 15 تقسيم 2 بها 7، هاي انزل ال7 جوا، بس بقى عندي واحد اللي هو بقى عندي باقي اللي هو 1، 15 تقسيم 2 بها 7 ويبقى لي 1، الواحد اجي انزله، هذا الواحد اجي انزله هنا جوا، تشوفون اسوي سهم وانزله جوا، صار عندي هنا 7. بس 7 هم تقسيم 2، 7 تقسيم 2 بها 3، انزلها جوا 3 بس هم يبقى عندي 1 باقي، شلون تسوون القسمه طويله؟ 7 تقسيم 2 3 ويبقى عندي الباقي 1، احط الواحد على جهه، انزله لجوا همين، تشوفون هنا كاتبه 1 بس انزله بسهم لجوا. هنا صار عندي اني 3، مو نزلت 3، هسه 3 تقسيم 2 بها 1، تعرفون انتوا 3 تقسيم 2 بها 1 بس انا عندي هم يبقى عندي 1 زايد، فانزل الواحد، عندي باقي 1، فالواحد هم انزله. الخطوه الاخيره اللي هي انا مو بقى نزلت الواحد هذا، قلنا 3 تقسيم 2 بها 1 والباقي 1، الواحد الباقي نزلته، والواحد اللي هو الاساسي احطه جوه. 1 تقسيم 2 ماكو ما بها شيء، 0. 1 تقسيم 2 0، احط 0 بس انا عندي باقي 1، هذا الباقي الواحد انزله ايضا لجوه.
دشوفون خلصت الخطوات بعد ماكو 2 صفر تقسيم 22 هنا خلصت. الترتيب مهم هنا، ليش؟ لانه شغلكم كله يعتمد على الترتيب، تحطون من الفوق تشوفون، مو هيك تنزلون واحدكم، لا الفوق سووه سهم طويل وتنزلوه. هسه انا عندي هنا صارت قبل الفارزه، يعني العدد الصحيح هو 0 1 1 1 1. انا بعد اريد البوينت اللي هو عند بوينت 8، لازم هم اطلعه اني بالباينري، هو مو اهم له. هاي هنا لا مو قسمه، لازم تبدا عمليه ضرب. هاي هنا عملية ضرب، يعني أنا سحطكم يعني من هالجهة، المفروض من هاي الجهة 8 في أو بوينت 8 في 2 أو بوينت 8 آخذ، مو آخذ 8 لا، بوينت 8 في 2، مو عندنا 1.6 يطلع، هي 8 في 2 16، بس عند بوينت 1.6 البوينت 6 أنزلها جوا، والواحد عدد صحيح أخليه من هاي الجهة. تشوفون كأنه هنا حاط الفارزة، أخليه أول اقرب شيء هو الواحد احطه. نبدي وانا حطيت هنا 0.6 هم اضربها في 2، ايش قد يطلع لي؟ يطلع لي 12 اللي هي 1.2، لانه 0.6 في 2 يطلع 1.2. قلنا العدد الصحيح انزله، قال شوفون انا حاطته هنا لقدامها ومنزلته بسهم طويل، انزله لهنا انا. ال 0.2 انزلها لجوه. ابدا اضرب 0.2 في 2 يطلع لي 0.4. هاي 0.4 نزلها للجو، بس انا عندي هنا عدد صحيح ما عندي، فاحط صفر قدامها. تشوفون الخطوه اللي قدامها حاطه صفر، بس حتى ارتبها انزلها على شكل سهم ونزلها لجوا. ها وياها ابدي صاعد هنا 0.4 هم اضربها في 2، في 2 تطلع لي 0.8، انزل 0.8 لجوا، بس عندي عدد صحيح؟ ما عندي عدد صحيح، بس 0.8، فاخلي قدامها صفر، بس انا حتى ارتبها ايضا اخلي اجرها سهم وانزلها لجوه، هذا الصفر نزلته لجوه. نبدا قلنا 5 خطوات، اخر خطوه اللي هي 0.8 في 2 قلنا 1.6. الواحد عدد صحيح بعد ما علي اهم له هذا، ليش؟ لان انا قلت 5 خطوات. ايش يبقى لي؟ يبقى لي بس 0.6 اهملها. الواحد اخذ العدد الصحيح، اخلي الواحد هنا عدد صحيح، 0.6 اهملها، لان لو كنت بعد انا بالخطوه الرابعه لا اخذها، بس هاي 5 خطوه اهملها 0.6 بعد ما اكمل، اخذ بس العدد الصحيح اللي هو 1، انزل الواحد لجوه. هسه ابدا ارتب، تشوفون انا عندي هنا الفوق اللي ترتبت الارقام 0 1 1 1 1، اجي اكتبهن 0 1 1 1 1. بعد ما انا اكتب 30.8 يساوي العدد الصحيح اللي هو هذا، اجي اكتبه هنا. لا تنسون ترتيب الارقام، ترى تطلع غلط اذا ما ترتبوها. احط البوينت اللي هو هاي البوينت، اجي احطها. شنو ورا البوينت؟ قاعد تشوفون هاي ترتيب الارقام اللي هي 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1. طلاب رجاء عند ترتيب الارقام مهم، اذا ما ترتبوها يعني تطلع لكم غلط، والتصحيح يمكن الكتروني، فراس يحط خطا بدون ما يراعي انتم حالكم. خلينا نشوف هسه المثال اللي ورا. المثال اللي ورا عندنا 20.6، هذا ديسيمال، شلون احوله الى الباينري اللي هو اكس 2؟ ها فنبدي ال 20، ابدا اخذ العدد الصحيح اللي هو ال 20. 20 تقسيم 2 10، ما عندي باقي صفر، انزل الصفر، وايضا اسوي هذا الخط الافقي اللي جوا، انزل هذا صفر نزلته. 10 تقسيم 2 5، ايضا ما عندي باقي صفر، فانزل الصفر. 5 تقسيم 2 بها 2، وعندي باقي 1، هذا الواحد، وانزل الواحد لجوا. هسه ال 2 تقسيم 2 بها 1، ينزل الواحد، وايضا ما عندي باقي صفر. 1 تقسيم 2 ما بيها 0، وعندي الباقي 1. يعني 2 1 تقسيم كم 2 بيها 0، بس هو باقي 1. فلهنا خلصت المسألة مالتي، هاي مال الأعداد الصحيحة. إذا ايش عندي أني من اليمين اليسار 0 0 1 0 1 طلعت لي. أبدي بالبوينتات اللي هي ايش قد؟ 0.6 مو؟ 0.6 في 2 يساوينا 1.2. هاي 0.2 انزلها والواحد اخليها قدامها، اجيبها على الجهة اليسار. اول شيء ساعدنا 0.2 في 0.2 0.4، ما عدى عدد صحيح، الصفر عدد صحيح، 0.4 تنزل لجوه. 0.4 في 2 0.8، ايضا ما عدى عدد صحيح، فصفر عدد صحيح،
او 0.8 انزلها لجوا، 0.8 في 2 1.6، 0.6 انزلها لجوا واخليها قدام، والواحد اجيبه احطه عدد صحيح. نعم ال 0.6 في 2 1.2، اخلي الواحد 0.2 تروح والواحد انزله. بعد ما اخذ خطوات، ليش؟ لان فوق كم خطوه؟ 1 2 3 4 5، فاذا لازم الجوا هم 5، 1 2 3 4 ايضا 5 خطوات، لان الجوا انا اقدر اسوي ما لا نهايه من الخطوات، فانا ما اريد نفس عدد فوق. فايش صار عند الرقم هذا؟ شو يساوي لي؟ اذا اجي اسطره الفوق اخليه من اليمين لليسار، فيصير عند البوينت 0 0 1 0 1، البوينت حطيتها بالنص. الجوه ابديه من اليسار لليمين 1 0 0 1 1. هاي هي انا رقم مات اللي هو 20.6 طلع لي بالباينري، يساوي لنا 1 0 1 0 0.1 0 0 1 1. هاي بالنسبة لتحويل الديسيمال للباينري. ها هسه عندنا الارثمتيكال. شوفوا الارثمتيكال باينري يعني العمليات الحسابية على الأعداد الثنائية. الجمع سهل، نفس الجمع عندنا 0 1، والضرب هم نفس الشيء، والقسمة هم نفس الشيء، بس عندنا طرح مشكلة دي. هسه عندنا نبدأ بعملية الجمع اللي هي أبسط شيء، عملية الجمع باينري اديشن. عندنا عملية الجمع على الباينري، أعداد الباينري. عندنا 4 حالات، لا عندنا 4 حالات بالجمع الباينري. الكيس الاول، الكيس الاول 0 زائد 0 0، هاي احنا نعرفها 0 زائد 0 0. الكيس الثاني اللي هي 0 زائد 1 1. الكيس الثالثه اللي هي 1 زائد 0 ايضا 1. اه نبدي باخر وحده، هنا اخر وحده شويه عندنا لازم ننتبه لها، 1 زائد 1 بعد ما عندنا هنا 2، فشنو رقم الاثنين عندنا؟ عندنا 0 1 هو الاثنين، اذا تتذكروا خدنا اثنين، عندنا الواحد يروح لان واحد فيه 0 0، يبقى بس اثنين القوة 1 2، فالاثنين هي 0 1، فاخليه 0 1. تشوفون فلما انا دكتورة عيشة بلا زحمة الأخيرة، بس الحالة شلون؟ الحالة الأخيرة عيشة، الحالة على الأخيرة الاقل عيدها مال زائد انت واحد قلت لي 1 زائد 1 شو يساوي لنا؟ 2. 2. انا اقدر اكتب 2 بالباينري؟ ما اقدر اكتب 2، فلازم انا اعطيها رقمها، رقمها ايش قد رقمها 2؟ 0 1، لان 2 من جايه من احنا اذا تشوفين انسى هذا الصف اللي حطيناه البوينت بالنص، عندنا 1 2 4 8، الواحد يروح أي لان انا 2 فمكانه يصير 0، بس 2 موجوده يصير 0 1. ها تمام هاي 2 تمام هي 0 1 فحطيتها. هاي 0 1 إذا جت بنص الجمع فأنا يصير عندي تحميل، أخليه باليد الواحد، بس إذا بالأخير أخليه رقم كله. هسه نجي نشوف شلون يصير. عندنا example addition the number 1 1 0 1 1 with the number 1 1 0 1 1 1 1، بس واحد ماكو، هذا بالأخير أنا ما مسحته، هي بس عندكم 1 1 0 0 1، إذا أكو بعد واحد لما وخروه مرات يصير سهو. بالاديشن الجمع بكيفكم، يا تحطوه قبل يا تحطوه ورا مو مشكله، لان هو جمع. فانا حطيت 1 1 0 1 1 فوق، زائد حطيت الزائد 1 1 0 0 1. ها نبدا الساعه نجمع، شوف هنا الجمع مالتنا 1 زائد 1، وقلنا 2 2 هي شو تمثل؟ قلنا 0 1، احط الصفر والواحد وين احطه؟ احطه فوق باليد، كانه فيصير عندي 1 باليد. عندي هنا 0 زائد 1 1 زائد 1 باليد، هم 2 هم 0 1، انزل الصفر واخلي 1 باليد فوق. عندي 0 زائد 0 0 و1 باليد، ينزل 1. 1 زائد 1 عندنا هاي 0 هنا، انا اشوف هاي وهاي وهاي وهاي، اي صحيح. اي 1 زائد 1 عندنا هنا 0، شوفوا اكو 0 هنا، انا كاتبته 1 هو 0، هاي 0 و1 باليد. ها لان الارقام فوق كاتبتها خطا، فهنا جواها خطا. ايضا 1 قلنا 0 و1 باليد. عندنا 1 زائد 1 ها 2 زائد 1،
ثلاثة، ثلاثة منين تجي؟ تجي من واحد واحد. فأخلي واحد واحد، يعني مكان واحد واحد ومكان اثنين، يعني واحد زائد اثنين ثلاثة، فواحد واحد تصير ثلاثة. واضح؟ طلاب واضح؟ نعم دكتورة واضح. خوش. تخيلي المثال اللي وراها مين؟ راح مو احنا تدرين، انا ما راح اعيد لانه المثال اللي وراها عندي اديشن. عندنا النساء اجمع واحد 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 بوينت واحد صفر مع الرقم واحد صفر واحد صفر بوينت واحد واحد، هنا بيها بوينتات. اخلي البوينت واخلي البوينت، ارقام على يمين البوينت، ارقام على يسار البوينت، اخلي واحد جوا الثاني. اللي على اليمين الرقم الاول واحد واحد، حطيت واحد واحد، قلت لكم كيفكم تقدمون تاخرون كيفكم، هنا لين جمع فخليت واحد واحد. على اليسار هو صفر واحد صفر واحد، الرقم الثاني هو صفر واحد على اليمين وثلاث واحد، اربع وحدات على اليسار. خلينا نبدي نجمع يلا. اول شيء انا ابدي بالارقام اللي على اليمين، اذا تتذكرون احنا شلون نجمع، ونجمع البوينتات اخاف انه يطلع عدد صحيح حتى اصعد عدد صحيح. فعدي واحد زائد صفر واحد ينزل، واحد زائد واحد اثنين، اثنين شو تمثل؟ تمثل صفر واحد. انزل الصفر واخلي الواحد باليد فوق الصفر الاولاني. نبدي صفر زائد واحد واحد، واحد ايضا اثنين، واحد واحد اثنين، انزل الصفر واخلي الواحد باليد. مو عدي واحد زائد واحد شنو؟ اثنين، وواحد ثلاثة. مو الثلاثة شو تمثل؟ تمثل واحد واحد، انزل الواحد واخلي واحد باليد. ها واحد وصفر واحد، واحد اثنين، واحد باليد اثنين، صارت اثنين هي شنو؟ صفر واحد. هاي حطيت الصفر واخلي الواحد فوق. عندي واحد وواحد اثنين، وواحد باليد ثلاثة، الثلاثة هي شنو؟ هي واحد واحد، انزلها واحد واحد. هاي طلع لي رقم كليته بهذا الشكل، الجمع مالته واضح؟ واضح واضح طلاب؟ دكتور واضح. ها؟ كلش سهل ماما، كأنه كانت تجمع واحد وصفر، واحد وصفر، بس هنا تحول الاثنين تحولها للباينري اللي هي تمثل صفر واحد، وثلاثة تحولها للباينري اللي هي واحد واحد. ثلاثة هي شنو هي؟ اثنين القوة صفر، اثنين القوة واحد، يعني واحد زائد اثنين ثلاثة، فواحد وواحد. هسه خلينا نجمع هذا الرقم الاخير اللي هي البوينتات، قلت لكم عندي الرقم هو 1 0 1 0 بوينت 1 1 كتبته فوق، وتجوه 1 1 1 1 بوينت 1 0. اني اول ما ابدا اجمع ابدا من اليمين، 1 زائد 0 1، 1 زائد 1 2، مو اثنين شو تمثلي بالباينري؟ 0 1، احط الصفر واصعد الواحد باليد، اخلي الواحد باليد هذا محطوط. عندي 0 زائد 1 1، 1 باليد 2، اثنين ايضا صفر واحد، فانزل الصفر والواحد احطه باليد فوق. واحد زائد واحد اثنين، وواحد باليد ثلاثه، ثلاثه شو تمثل بالباينري؟ واحد واحد، لان واحد زائد اثنين ثلاثه، فواحد واحد. فخلي انزل الواحد وصعد واحد باليد. عدي صفر زائد واحد واحد، واحد باليد اثنين، اثنين شو تمثل؟ تمثل صفر واحد، انزل الصفر واخلي واحد باليد. عندي واحد زائد واحد اثنين، وواحد باليد ثلاثة، ثلاثة شو تمثل؟ تمثل لي واحد زائد اثنين، يعني واحد واحد. يعني مكان الواحد اخلي، ومكان الاثنين هم احط واحد، فيمثل لي واحد واحد. فهذا قد الاديشن طلع لي. وانا هاي المحاضرة راح انطيها يوم الاثنين للطلاب مع الصف الثالث عام حضوري، واذا يعجبكم حتى اني شنو حتى يكون بيدي القلم. أنا بالمناسبة أنا أكتب لهم إياه، ما أعرض لهم إياه على الشاشة، كل كتابة أنا محاضرات حتى ويا دراسات العليا أفهمهم شلون تصير هاي الأمور، وحتى بالأدشن أحط لهم الجدول حتى يشوفون شلون صار. فعندنا هاي، هاي شنو يا شي يجي وراها؟ عندنا المحاضرات خلصت لو بعد عندنا سبتراكشن، ما راح ناخذ سبتراكشن لأن نطول بيه. هنا نكتفي لحد الجمع. انا معطيتكم بالمناسبه، معطيتهم اني قبل الجمع معطيتهم الاوكتال ومعطيتهم الهكساديسيمال، موجودات الاوكتال الهكساديسيمال لو سبتراكشن اكو. لا
باينري، لا 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 مو سبتراكشن، راح ناخذ بعدين ناخذ الاوكتال. اذا نتحول على التسجيل تشوفون انا مسجل الاوكتال والهكساديسيمال، يلا نجي ناخذ السبتراكشن اللي شويه صعبه. السبتراكشن عليكم هاي هم تحويل ارقام، فهذه المحاضرات كلها الشابتر 1 كل الارقام الباينري ديسيمال الارثمتيكال بيت على يعني العمليات الرياضيه اللي هي الجمع وطرح وضرب وقسمه طويله والاوكتال والهكساديسيمال، هاي كلها ناخذها ان شاء الله خلال محاضرتين او ثلاثه حتى نكملها. هسه هنا وصلنا خلصنا الجمع، اذا صعدت اذا صعد المحاضره بعد اكثر طلع من بده يعرض، خلينا نشوف انا شرحت لكم الاوكتال لو ما شرحته. لا لا صعد ما يريد سب تراكشن. هاي هنا اخر شيء والله نزل صعد، خلينا نشوف اخر شيء شنو انا طرح هذا. لا خلينا من الطرح هسه، لان الطرح يطول عندنا واخاف تدوخون اول محاضره. بس مثل ما قلت لكم ترى الماده كلش سهله واشياء بسيطه، وانا اعتبرها يعني هي مو بايخه، بالعكس قمه العلم هاي، بس فشي بسيط. هو كل ما يتطور العلم كل ما يسهل يصير اسهل اكثر. ان شاء الله الاسبوع الثاني ناخذ النظام التحويل الاعتيادي للعشري او العشري للباينري. ها الثنائي اعطيني اي رقم اخذه انت، اي رقم اخذه تريدون اللي احنا ماخذي طلع لنا اياه يعني الرقم اللي احنا اخذناه، سووا رقم جديد يلا اعطيني. اسبوع 17.5 خلينا نقول، يلا تعال اكتب ال 17 على الجهه اليسرى، انا راح اعلمك شلون هسه تكتبون. اكتب ال 17 على الجهه اليسرى اقصى اليسار، يلا وخر ال 5 ناخذ ال 17 في الاول بعدين ناخذ ال 5 بعدين. الخمسه ما علينا بيها هسه، ال 0.5 اول شيء 17 اكتب تقسيم 2، 17 تقسيم 2 تقسيم 2 يساوي شو يساوي؟ 17 تقسيم 2 يساوي نمو 8 والباقي 1. هاي 8 جر خط، جر خط ونزله لجوه، لا لا نزله لجوه، جر خط ونزله لجوه، لا تكتب 1. اي خط خط جر اي بعد بعد مشي مشي الخط، اخاف هذه نزله لجوه، لا لا ايش دعوه شو رحت كل شوي بعيد. يلا ايه هنا نزله لجوه هواي نزله لجوه. ها ما تقدر يلا اكتب 1 مو مشكله، هاي 1 نبدي هسه نزل الثمانية هنا، 8 تقسيم 2 8 تقسيم 2 يساوي ايش قد؟ يساوي 4 عندنا باقي؟ لا 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 اي زغل حط هنا صفر عافيه، اكتب الأربعة جوه، أربعة أربعة تقسيم اثنين يساوي لنا 100 بدون باقي صفر صفر أيضا لا لا زغرة 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 الخط نزلها شوية تنين الجو يعني شوية زغرة على اثنين مو مشكلة يلا اثنين نزلها جوه يلا اثنين تقسيم اثنين يساوي لنا واحد لا واحد واحد والباقي صفر أيضا نسوي خط أصغر اي هنا حط صفر اي صفر حط اي واحد تقسيم اثنين واحد تقسيم اثنين يساوي صفر والباقي واحد يساوي صفر والباقي واحد. هاي ليش دخلت سويت النصف كلش صغيرونه؟ مو مشكله يلا يلا واحد شويه زغل هذا الخط الاخير قصره اي اذا لسه احنا طلعت لي القيم 1 0 0 0 1 هاي عندي هاي. تعالي الجهة اليمين انا راح اعلمكم، انا اعلم طلابي تعالي الجهة لا نفس المستوى تقدر لو ما تقدر نفس المستوى مستوى ال 17 لا 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 توخرها ال 17 وين ال 17 ذيك ال 17 روح على جهة اليمين اي اكتب بوينت 5 او بوينت 5 او بوينت 5 في 2 في 2
2 شو يساوي لنا؟ يساوي لنا 1.0. واحد طبعا انت 1.0 راح عندنا مشكله، راح يطلع لنا كله، راح يطلع لنا صفاره بهاي الحاله. خلينا ناخذ 0.5. ليش؟ لانه 1.0 الواحد اصلا نزله الصفر، صفر في 2 صفر، وصفر في 2 صفر راح يبقى صفاره كلها. خلينا ناخذ 0.5. سبعه، خلينا ناخذ 0.7. يلا 7 اخذها، اي 0.7. يلا 0.7 في 2 قلنا 1.4. البوينت 4 ينزل جوا، والواحد سوي خط، لا لا مو هنا تحط الواحد، سوي خط من جهه اليمين اليسار ودي، لا لا على الجهه الثانيه، على الجهه الثانيه ودي الخط، تقدر لو لا اي من هاي الجهه جر خط، تقدر لو لا هسه البوينت 4 نزلها جوا مو مشكله، اي خط وواحد. انت لو من اللي كنت مصغر هاي المسافه ما بيناتهم، صغر المسافه بيناتهم حتى ما تروح. اها هاي هاي المسافه من هنا، اي هنا مو واحد، انا اريد يمشي الواحد هواي شويه، يمشي لقدام اكثر، لان عندي هواي قيم. فتزغر المسافه ما بين الرقمين هاي الواحد وهاي الواحد، اي خوش. انا افضل هاي المسافه بالنص تزغرها، اي هاي المسافه تزغرها، يا عافيه، اي جيبه جيبه بعد 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 بعد، اي طول هذا الخط، طول الخط مال الواحد طوله، اي عافيه. لا هاي هي، يلا سا عندنا سا هاي واحد، عندنا بوينت 4 جوا، او بوينت 4 عافيه، او بوينت 4 في 2 في 2 8. بوينت 8 ما عدنا باقي، ما عدنا عدد ما عدنا، او بوينت 8 هذا صفر. انت المفروض تكتب من هذه من بدايه الخط، يلا مو مشكله، هاي الباقي صفر، عافيه. ساعدنا بوينت 8 في 2 شويه، عافيه. هنا هنا ابدا اكتب، اي لا 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 جيب جيب هنا هاي الجهه، جيب هاي الجهه، لا 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 جهه اليسار جيبها، اي اي بعد 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 بعد، او بوينت 8 في 2، او بوينت 8 في 2 يساوي او بوينت 6. الواحد على الصحيح خليه، او بوينت 6 انزلها، او بوينت 6 انزلها، عافيه، وواحد اخليه. شوف تروح بعدين زغل الخط، بعدين زغل الخط مو مشكلة، المسافة زغلها، خلي واحد، هي عافية، هاي واحد. أفضل كذا ليش الأرقام واحدة جوا الثانية يصير، يعني قصر الخط على مود يجنن الأرقام، لا 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 قصر الخط، الخط قصره على مود يجنن الأرقام، أنا أفضل يعني واحد، يلا مو مشكلة. هسه 0.6 في 2، 0.6 في 2 0.2 و1، ها يساوينا 1.2، عافيه. انت لو تكتب من البدايه ما تروح تكتب بالاخير، تكتب حتى ما ينضم الارقام، 0.2 وهنا 1، راحت الارقام. اي جيبها جيبها جيبها، اي عافيه، ما يخاف، هنا حط الواحد، حط الواحد مو مشكله، اي حط الواحد، واحد. هسه 0.2 في 0.2، عافيه، 0.2 في 0.2 يساوي 0.4، يساوي 0.4، وعندنا الباقي صفر. يا عافيه، ما خل بين الخطوط، بين الثلاث كم خط، يا عافيه، حط صفر، هاي صفر الباقي. بعد لهنا اتوقف، ليش؟ الان هناك عندي 5 خطوات، هنا 5 خطوات. هسه انزل الارقام، هاي المسافه اللي بالنص حطها بوينت، هاي جوا ساعه، تعال لا حط جوا اخر شيء جوا،
لا جوا جوا ايه حط البوينت هنا هنا بوينت الارقام على جهه اليسار سطرها 1 0 0 1 1 0 لا لا 0 0 0 3 اصفار اي عافيه على جهه اللي هذه ايضا 0 0 1 1 0 العفو 1 0 هاي 1 فوق اي 0 1 1 0 عافيه لا 1 فوق فوق 1 لا 0 اول واول رقم 1 اول اي عافيه هاي هي هسه احنا حولنا الديسيمال الى الباينري شفتوها كلش سهله العمليه اما السؤال ها عيني تقال عن اليسرى من جهة اليسرى آخر رقم واحد تقسيم اثنين اي شلون بعد واحد ها مو ماما تسوي قسمة طويلة واحد تقسيم اثنين ها شو يساوون يساوون صفر حط فوق حط فوق صفر صفر في اثنين صفر واحد ناقص صفر واحد الباقي واحد مو أنا الواحد ما وخره أبقي الواحد اي مو أنا قاعد أقسم واحد تقسيم اثنين صفر صفر في اثنين صفر واحد ناقص صفر واحد باقي شو القسمة طويلة الخمو يروح الواحد ما دا أضرب واحد في صفر لا دا أقسم واحد تقسيم اثنين يعني واحد كم اثنين بيها ما بيها ولا اثنين فيبقى الواحد هو باقي والثنين ناتج القسمة صفر هاي بالنسبة إلى التحويل الديسيمال للباينري والباينري للديسيمال وعملية الجمع شنو؟ لا شوفوا سام مثل ما انا ليش سويت لكم يا هاي المثال سالي حل الولا يعني حلينا احنا المثال انا هيك اشرح الصبوره للطلاب فلما تسوون اول خطوه يصير مثل الارقام الصحيحه اول خطوه هو اول رقم، ثاني خطوه ثاني رقم، ثالث خطوه ثالث رقم، رابع خطوه رابع رقم، خامس خطوه خامس رقم. بالنسبه لاداء البوينتات اول خطوه هو اول رقم بعد البوينت. ثاني خطوة ثاني رقم بعد البوينت، ثالث خطوة ثالث رقم بعد البوينت، رابع خطوة إلى آخره حسب الأهمية. واضح؟ ليش أنا سويتها بهاي الطريقة؟ على مود تكون بالفراغ تحطون البوينت وتسطرون الأرقام، شلون مسطرة هنا عندكم نفس الشيء سطروها. وأنا أفضل بالامتحان هيك تحلوه. واضح؟